كانت أحلامنا كبيرة في وقت من الأوقات، وكانت العقبات شديدة، ولكن ما دام الشعب بخير الأمة كلها ستكون بخير، ما دامت شعوب المنطقة بخير ودولها بخير سيكون مستقبلنا إن شاء الله خيرا. قضايا تولى الإشارة إليها فخامة الرئيس شقيقي السيد عبد الفتاح السيسي حول القضايا الثنائية التي سنتجاوزها بكل سهولة ويسر، لأننا نتفق حول المبادئ الكبرى. بالنسبة إلى جملة من القضايا الأخرى، هناك تقارب وتطابق في مقاربتها وفي ضرورة حلها. بالنسبة إلى القضية، بالنسبة إلى التوزيع العادل للمياه، أقولها وأكررها أمام العالم كله، نحن نبحث عن حلول عادلة، ولكن الأمن القومي لمصر هو أمننا، وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقفنا. أقول هذا عن قناعة تامة، لأننا قرأنا التاريخ جيدا ونستشرف المستقبل جيدا، ولن نقبل أبدا بأن يتم المساس بأمن الأمن المائي لمصر.